ايش امكانيه ان الهلال يحصل على هذا المركز؟ يعني في اليوم مثلا بعد المباراه الناس تكلموا الاهلي المصري يعني ما هو بالقوه الفنيه، وناس تقيس مباراته امام بالميراس، لكن لاي درجه المباراه متاحه للهلال امام الاهلي المصري؟ والاهلي المصري احنا نعرف انه نادي صاحب تجربه، مهما كان عنده غيابات، مهما كان عنده، الا انه فريق متمرس على مثل هذه البطوله. ابو ابراهيم، شوف طبعا ديربي العربي، خلاص تكلم انت لبطل افريقيا بطل اسيا، دائما التكهنات فيها صعبه جدا. الاهلي رغم النقائص يمر معنا بدروب الفتره الاخيره، لكن قيمه ثابته، الاهلي المصري قيمه ثابته، فريق كبير متمرس في بطولات العالم، اكثر فريق عربي يشارك في كاس انديه العالم قريب 7 أو 8 مرات. هذا يكفي ان الاهلي منافس صعب. لازم على الهلاليين يجب الحذر من التفاؤل. مباراه ترتيب الثالث ورابع، لازم تعطي كل ما عندك، تقدم المستوى اللي قدمته مباراه الجزيره، مباراه تشيلسي، تنهي به معناها البطوله هذه المشرفه والاداء المشرف. لنا بصراحه كيف تلعب ضد فريق كبير وتلعب مباراه كبيره ضد تشيلسي وتقدم مستويات كبيره، لازم الاستمراريه، وانك انت تاكد هذا الاداء في مباراه ترتيب الثالث والرابع.